يقول رجل محافظ على أذكار الصباح والمساء لكن مع ذلك يؤذى من الشياطين، يكثر يستمر في أذكار الصباح والمساء. هذا يذكرون عن أحد الصحابة رضي الله عنهم، نسيت اسمه الآن، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء العليم ثلاث مرات لم يضره يعني شيء، وكانت إيده يعني فيها شلل من لدغة عقرب، فقال له واحد فما باله يدك، كان يقول له يعني مو صحيح كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، بدليل هذا أنت تقوله ويدك. قال قبحك الله، أقول لك قال رسول الله وتقول لي يدك، والله في هذا اليوم نسيت الذكر، يقول في هذا اليوم أنا نسيت الذكر فأصابني ما أصابني. فالمهم أن الإنسان أحيانا حتى لما يذكر الله يكون باله مو معه، خاصة الواحد يتعود على الشيء تلقى يقوله وما في شعور بال يعني الذكر هذا واستشعار يعني ما فيه، فيكثر ويستمر إن شاء الله وما فيه إلا الخير إن شاء الله. لك السؤال بس دخل الوقت بعد الأذان ها؟